بقسماط بس مسكر، هو بقسماطات بس مسكره. طب دي ايه دي؟ ايه اللي بتقولي ده؟ هقول لك انا. بصوا احنا هنجيب، هتشوفيه واحنا شغالين دلوقتي وهتعرفي ان هو مختلف عن بقسماطنا العادي خالص. ليه بقى؟ انا عندي هنا كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن. حلو؟ انا بقول لك الاساس اهو، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، وبيضه فيها بيضايه، وفيها حبهان مطحون، معلقه صغيره مليانه حبهان مطحون، ومعلقه كبيره من الايه؟ من الخميره، ومعلقه صغيره من الكركم، وفي سمسم سمسم وحبه البركه. هناخد كوبايه سكر، كوبايه زيت، يعني عوجلنا اسمه فبقى حاجه غريبه، هو في الاخر بقسماط. كوباية لبن. حلو؟ وندوبهم مع بعض كده شوية. السكر مع الزيت مع اللبن. مقادير سهلة، كوباية كوباية كوباية. وبعدين هناخد حبهان مطحون، ريحة الهيل فيه كان حلو قوي، الهيل زي ما بيقولوا، ومعلقة كركم صغيرة، ومعلقة خميرة كبيرة، وبضايا. ماشي، ورشة ملح، رشة بسيطة، وهو ده كل النتيجة. بعد كده بحط لها دقيق على قد ما تعجن معايا، بحط لها دقيق على قد ايه ما تعجن معايا. انا جاية معايا جنب كيلو دقيق، بحط حبة كتيرة كده، يعني بدايه بكتير عادي، ان هو ايه كمليش الكيلو كله، بس هنضيف على قد ما يعجن معايا عجينه طريه، مش طريه لا يعني متماسكه. هي تالي كده هتبقى حلوه. اجيب بس ايه وانت واعجن عشان الكركم ما يمسكش في ايديا. حلوه قوي كده اهي، لمت نلمها كلها كده، وبعدين بقى بتسيبيها تخمر. شايفينها اهي، تحس بتلمع فيها لمعه كده، شايفين الكلام اهو. عندي ايه؟ هناخد المعجونه، يعني هسيب دي الخمرانه اهي، ونسيب تخمر زيها، نلمها ونحط عليها البتاع دي. اجيب طبق بس واسع او صينيه، صينيه احسن. وهجيب سمسم، حبه البركه، بس خلي السمسم يبقى اكتر من حبه البركه عشان ما يمررش. وعندي شربات هاخد منه معلقتين، بليته بالشربات. وبعدين هناخد بقى بقسمطايه كده، تعمليها صغنونه كده، بس حاولي ترفعي لان هي لسه هتخمر. نروح حاطينها كده ماشي اهي، صغننه طبعا الحجم ده زي ما انت عايزه تعمليه. املى الصينيه وبعدين ارجع اقلبها ماشي، بس انا مش عايزه اقلبها لكم دلوقتي عشان ايه ما تتملاش بحبه البركه والسمسم وانا داخله جوه العجين. يعني بصوا اعمل كده حتى لما جيت رصيتها ومسحت ايديا مبقاش جواها السمسم وحبه البركه بره، بس هي كده اتملت معايا. هضطر ان انا اقلبها عشان احط تاني مكان دول بقى. فنعمل ايه؟ عايزه اكل العجينه دي، نص العجينه اللي انا عاملاها او اقل كم من نصها. نقلب بقى كده، فيبقى عندي من ناحيتين في ايه؟ في حبه البركه وسمسم كده وكده.
ممكن تحطي على ورقة زبدة يبقى أحسن علشان ما تلزقش منك، عشان فيها عسل وحاجات وحركات من دي. أنا ممكن أسيبها بس تخمر شوية كمان صغيرين ونروح مدخلاها الفرن. بصوا طبعا دخل الفرشة سخنة قوي فدخل وطلع ما شاء الله سريع جدا. هوا هوا بس ايه يعني، هستنى شويه ادخله تاني عشان انا عايزاه يتحمص. فلما تعوزي يعني هو دخل عشان الفرن سخن قوي فدخل خد لون ونفش كل حاجه وطلع بسهوله، بس يعني كده هيطلع طري سنه انه ما لحقش ياخد التحميصه بتاعته. طب انا عايزاه يتحمص يعني عايزاه تبقى متحمصه كده لذيذه، اعمل ايه؟ طلعيها تبرد تماما وبعدين دخليها الفرن تاني.